لسه قدامي شوية يا سو. أنا قاعدة متثبتة في الأوضة مستنية لحد ما يمشوا. بقولك ايه، أنا هنزل أجيلك دلوقتي. مش مهم، خلاص طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا أي حاجة. سو، ممكن أطلب منك طلب؟ فكرة الجام اللي اديتيهولي المرة اللي فاتت، اللي هو كان اسمه ايه، سمرة؟ سمارة، أيوة. ده معصب قوي، بقالي ساعتين أصلا عمالة باكل فيها مش قادرة تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو، باي. سو، بقولك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها، يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام، قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا، الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه، انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد، وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي، انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك، انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله، ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه. ها، ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عجل واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيبي ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة أمك. وحياة أمي. أسفة يا عمي، أصلي يعني الخطة بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها. ربنا يعلي ما قصدك وأشوفك في أعلى المراتب يا سي الأستاذ عبد الله، يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلو قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انتهى، ساعة كده وهجيلكوا. اقفلي دلوقتي، هكلمك تاني. نيلي، انت جيت يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة، النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم؟ دي احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي، بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي، وبعدين شريهان انتوا بنات عم، يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس. حصل. لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي، وبعدين اخوات دي احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت دافعه عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو مش حاجه. الحمد لله ان احنا بناكلها. يا بنت قسما بالله على جنبك بطبق السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر، انا هفهمها. حبيبتي هي تقصد 9 شهور، ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي 9 شهور. لفه بعيده قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزه الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى، ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى، ما تخلينيش اديهم لك، اوعى من وش. يلا يا خالتي يلا. اسكت. لا بقول لكم ايه، الكلام ده ما يمشيش معايا. مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي؟ عايزين تفضوها سيره؟ ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها، وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه،
ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى سلم لي على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياه امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ اه. وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. اه بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقائق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياه ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضل لها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين. طب وبتكويها ليه اصلا؟ الخير. الو ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. اه طب خدي وخدي دي كمان لحسن ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير. ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ اه انا بحب اشرب معسل. عندكم قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل اتفضلي هنا. اتفضل حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوة قوي مش بطال. بس المزيكا يا اخويا جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي. مفيش حاجة فريحي كده؟ فريحي؟ اه اخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني. دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو. وماله ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. بشجعها. ميرسي. انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كا
كتر خيرك يا استاذ عبد الله. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قلب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. احنا مش مفروض في مطعم؟ ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك. انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لازق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تندم. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها بسرعة بس عشان ننجز. الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوزير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي، بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه حضرتك. انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده. نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش، بس قبل ما نقعد هديلك الورقة دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ أه. ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الأسئلة. لا. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقاً. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي. ميرسي ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنت رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي. أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ أنت بيبي قوي. لا بيبي ايه، هو ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضلي. ممكن تظبطني بس يا باشا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفة. انا حاسه ان هيجرالي حاجة من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما. الو، وكتاب اللي انا واقف عند البوابة يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه.
هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز، يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي، في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بنطق مكاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش، جدع بنت شوشو، جدع شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحبيب مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام، والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو هو ده هايل يا عصام، مكان من الاول يا اخي. منك لله منك لله، البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. طب بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يا امه
احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتكم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخص يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب. ها، انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي؟ وبقول لكم ايه، نيلي نموذج من ضمن نماذج موجودة عندنا، ما بتعبرش عن طبقة ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في أيام سودة، أيام غبرة الحقيقة. سعيدة أيام غبرة؟ هو أنت بتتريق؟ واضح أن أنت ما فهمتش الفيديو كليب. أنا ما فهمتش. أنت ما فهمتش، بس أنا متأكدة أن التارجت أودينس بتوعي فهموا أنا عايزة أقول إيه. يعني أنت شايفة أن الفئات المستهدفة اللي أنت بتعبري عنها أو اللي أنت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده؟ رأس ضحك هزار يعني. أنا قعدت أذاكر كل الأغاني الشعبية بتاعتهم، لقيت إن هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوة، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فأنت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا. أيوة بالظبط. وفي نفس الوقت جواها بقى الرسالة بتاعت المبادرة. بالظبط. جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم أغنية كلها وجع وألم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط. وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوه بدلة. لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة؟ بعضها ازاي؟ بالظبط. ما لازم نبقى منطقيين. بالظبط دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة. لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل. انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده. والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم، لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه، ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات.
بعد إذنك ناخد معنا أول تليفون منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. كاري معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة وهسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد أن أنت مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة؟ طبعاً، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 لا، انت أوفر قوي، احترمي نفسك. انت شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده إيه؟ أنا مش عارف يعني إيه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال على أي حال. معانا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. إزيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني أنت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نماذج موجودة في وسطنا يا عم عيسى. معلش معلش، أنا همشي. مفيش حاجة اسمها تمشي، نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا إيه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. لو سمحتي نيلي مفيش حد هيمشي، أنا هستأذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود إن احنا نستحمل آراء المشاهدين، أكيد هيبقى في مع أكيد في ضد، لو سمحتي. شكرا جدا ليك يا عم عيسى، أستأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. طعم بشك؟ قول يا اخويا بالهنا والشيف. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي بحياه امي، مش لو اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليه. طب ده انا كان يجرالي حاجة بجد يا صباح. بجد، اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا، انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة. مالك يا سي عبد الله؟ انا لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. مال الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق، الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان تتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجة؟ أيوة يا أستاذ يوسف، أنا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبونا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات. لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟
هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مرة. لا لا معلش، أنا عايز أعرف إيه اللي مش عاجبك بقى أنت كمان؟ أنت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليكي اصحاب هناك. طب انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على واتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم، احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح، يا حظك الاسود يا شرهان، يا حظك المهبب يا صباح، جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح، طارت الشغلانه ام 5000 جنيه المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكو؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي، وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخاص اللي هترسيه ده. وسعي كده. تعالى يا بيت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بيت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. اخاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر، جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 تحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك، انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء سعاد؟ ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مأخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ست يا قليله الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلمه تفففك سنانك.
على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك. الناس بتتف تفافة عادي كده تفو. بس كفاياك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس. عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي. خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي وانتي والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انتي لابساها دي. مقزعره؟ انتي عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مرجعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم تكفى. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت اكلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، إذا كانت ردت عليك أنت شخصياً مش معقول، يعني دي قليلة الأدب، دي ما تربتش ربع ساعة. ما أنا بقول لك هي عصبية. لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحة، عمالة تهزقك قدام الناس بصراحة، حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها أبيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، أنا مكسوفة من روحي قوي. الزهر يا أخويا أنا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟ انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي تبع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى اعدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد سلامة. بالك من روحك يا سي عبد الله. بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. شاور هاي سو. هاي نيلي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يور هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نيلي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟
انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جاسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده؟ اكتشلي زي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت، مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج، بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه، وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه، يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس، انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ذاتس سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان، اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. نيفر اندر استيميت مي. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني، معاكي مبرد؟ يس، ليت مي تشيك بليز، عشان عندي حاجه البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر، تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا، أستاذ فلايت. إزيك يا أستاذ فلايت؟ حرام عليك، محلية من الخار. وهذا صار لخلق، رح تتعود تسمع وتقول وينادوا بفوتوا. يلا خلينا نروح على منطقتك الجديدة. الناس اللي سمعوا إنك تغلبت على الملاكمة لازم يتعرفوا عليك يا أبو ضايع. نعم. أموري عايزه ايه؟ بقالك يومين بحلقالي، عايزه ايه يا بنت؟ انت عيب عليكي كده، حرام. ما تتريقيش عليها، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني اه لو لعبت يا زهر. اه لو لعبت يا زهر وتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده؟ شفت؟ لا دي اكيد ملبوسه كده يا ماما. خلاص بقى شوشو، فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ احنا من ساعه ما عرفنا الراجل وهو حلو في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنتي؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضه عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتنونو ليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي،
قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ليه ليه مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقال وخلاص هتمشوا. بقول لك ايه يا بنت، انت ده مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ لو حد كلمك؟ الله، انت مصرصايه يا بنت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرطع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك، ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان انت دبره؟ ايوه يا عم حالا. اوعى يلا شريهان. ايوه يا عم. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلت لي خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. لا مش هيوصل. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين اشترت تحمل الخسائر اللي على البخره. البخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاته، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده؟ فداه. في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. تعرف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مساله بمنتهى البساطه يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شويه فلوس علينا وعليك مش اكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله يا استاذ عبد الله؟ استاذ عبد الله اتفضل. اهو اهو الملف اللي بيثبت صحه كلامنا مليون في الميه. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركه كبيره، شركه عريقه. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهه نظري انا الشخصيه المسؤوليه على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانيه واحده، مستر عبد الله ملوش اي علاقه بالموضوع ده. اشطر وامهر موظفه عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. انا؟ ايوه انت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، ايه الكذب ده؟ مش دي الشحنه اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وانا حذرتك بدل مره ثلاثه، فاكر لما كانت المجاري طافحه في اوضتك قعدت تقول لي خلي بالك الحموله زياده المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوه خليكي في نفسك. دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. باخره بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخره بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف ب ت، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبانها تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبدالله. اتفضل يا باشا.
ادي نسخه من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل عم 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 ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف سيف في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي. انت عارف عايز اقعد عليه بروقان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف سيف مال بقك؟ في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك؟ احكي لي. حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متأكد وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجة، انت قلتلي مش وراها، البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا، ما تغيرش الموضوع، ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري وأحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف، انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف؟ انا ما يتردش عليا؟ ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما تواجهنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحتة الضيقة دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدلة البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك كف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب ايه؟ اي حاجة بريلي لو فيه. يخرب بيت البريلي اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى حبيبي. اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنت يا نيل حولي هات لنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا. شوف يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، عاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله. ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه. اوكي. الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها إن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يا لا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله أنتوا أغنياء قوي كده؟ كنا أغنياء قوي كده. إنما دلوقتي اللي حصل حصل. فأنا مضطر أبيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي إحنا عايشين فيها ديت. وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه. طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اه اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره. برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله.
شقه المديره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي قريبين من وسط البلد وضل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد خد كل سيكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفيفي قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده ما ينفعش؟ لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك لعوزه. طيب لمؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكه 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله، رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام. مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبدل؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو، هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربية ونطلع على اسكندرية، بس لازم أكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان ألحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. أو ماي جود، إيه الزحمة دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل إيه؟ بقولك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتأخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهية. مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطرة قوي في التمثيل في المدرسة. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنة بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ ثم أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟